يلا يا هلا. بلاش يلا ما بلاش. راجل يخفي سقطاته وينكرها، والست ممكن تبقى عارفة وبتعدي، ولو واجهته وكانت شافت بعينيها زي ما حصل معاكي وأنكر، انت بتبقي حاسه ايه؟ يعني انت عارفه وشايفه وهو بيقولك دي مش الشمس اهي، بتقول له لا ده القمر مش الشمس. ببقى يعني مخضوضه، يعني لو هو للدرجه دي، يعني هو احنا وصلنا لدرجه ان احنا مش شايفين؟ يعني انا شايفه ومورياله ان انا شايفه، يعني مش شايفه بس، يعني مش مثلا شايفه وخلاص، لا شايفه ووريته ان انا شايفه. فلا لا لا بيتهيألك. كم مرة بيتهيألك؟ لا كتير. أنا مش كتير. كم مرة؟ الموضوع عايز يتبلور بشكل يعني هو أنا في حاجة احنا ما نعرفهاش. انت قلتي شايفة بعينيها، ايه اللي شافته بعينيها؟ شايفة حاجات مش كويسة، حاجات علاقات لي. يعني دي حاجة، دي تجربة شخصية انت مريتي بيها هالة. انا ما اعرفش، انا اسف. لا كلهم عندهم تجنب. هلا لنفترض ان هو وانت بتواجهيه قرر ان هو يتعامل معاكي على ان انا اسف، البكاء الشديد، الندم الشديد، انا ما اقدرش استغنى عنك، وابتدى انت تلاحظي ان هذا الرجل مش هو اللي انت متجوزاه، ده حد ضعيف جدا وبيظهر ضعفه قوي ناحيته ناحيتك عشان خاطر تسامحيه. في اللحظه دي ممكن تسامحيه؟ ممكن تصدقي؟ هو فعلا حصل يا مفيده ان انا سامحت، بس ما فيش حاجه بتخلص خلاص، ده هو طبع. يعني هنفضل طول عمرنا كده، هنعيط وهنبقى كده ومش هعمل كده تاني، بس بيعمل كده تاني يعني وتالت ورابع وخامس وعاشر. كان بيظهر لك ضعفه. أيوة. ويبكي قدامك وانت تسامحي ويروح يعيط الكره تاني. بعدين اخر مره بقى ما انت شفتي كتير. ايه يعني ايه وات يعني؟ نعم ما انت شفتي خلاص. ما انت شفتي، ما سامحتي خلاص، سامحي تاني تالت. ما قعدتيش مثلا تقولي له في لحظه الضعف ده اللي هو فيها اللي ممكن تاخدي منه معلومات، انت ليه بتعمل كده؟ ايه اللي ناقصك؟ ايه لا ما حدش بيقول معلومات على فكره، هو بيبقى شايف ان هو صح. ما هي المشكله ان كل الناس بتبقى شايفه نفسها صح، ما حدش شايف نفسه غلط. لا وشايف ان انت نكديه، وشايف ان انت طول الوقت بتشتكي، وشايف لا, لا لا انا مش نكديه ولا بشتكي لا ولا يعني. ولا لا الكلام ده خالص. ممكن يبقى هو شايف كده، هو مش شايف كده. هي بتكمل كلامك، بتكمل كلامك. لا انا قصدي يعني انا ما كنتش كده وما كانش الموضوع بالصوره دي، بس في رجاله بتحب الستات كتير، في موجودين. عشان ما نظلمش الرجل احنا بنتكلم مش بس في خيانه، يعني انا مش بقول مش لما راجل يكون بس في كل حاجه توافقي انك تسامحيه ولا لا. لا احنا بنتكلم ان اوقات كتيره جدا الرجل بيبقى مستصعب على نفسه انه يجي يقول لمراته على فكره انا قعدت من الشغل. انت لو جه جوزك قال لك انا قعدت من الشغل